مرحبا صديقي الهيوكا العزيز ويلي مجنن النرجسي على كل القصيدة، الصعيد العملي والعاطفي والاجتماعي. كلنا صرنا منعرف من هو الشخصية النرجسية وصرنا نعرف صفاته الخفية من التكبر والعجفة وحب الذات وحب الظهور والسيطرة والشك وقلب الحقائق ومعاقبة الشريك بأساليب سيئة بدون أي رحمة أو ندم. وما في حدا بيقدر على الشخصية النرجسية غير ربك وصديقنا الهيوكا. النرجسي لما بيشوف الشخصية الهيوكا بالأول بينبهر فيها كتير بسبب نشاطه وحيويته، بس لما بيقرب منه أكتر وبيتعامل معه حيصير بيناتهم تنافر مثل تنافر السالب مع السالب، ما حيصير بيناتهم أي انجذاب، بالعكس تماما، لأنه النرجسي رح يعرف لما يقرب من الهيوكا ويتعامل معه إنه ما حيقدر ياخد منه أي طاقة وما حيقدر يتلاعب فيه بأي طريقة من طرقه الخبيثة، لأنه الشخصية الهيوكا ذكي كتير وبيعرف حركات النرجسي تماما وبيعرف كيف يقهره. واليوم رح نتعرف على صفات الشخصية الهيوكا ويلي بتخليه يعرف كيف يقهر الشخصية النرجسية. أول صفة وهي اللامبالاة وعدم الاكتراث. الشخصية الهيوكا ما بيهتم بالأشياء التافهة أو الكاذبة، والنرجسي دائماً بيتبع أساليب الكذب بالكلام ليبهر اللي حواليه ويلفت الأنظار إله. ولما بيبلش يحكي الشخصية النرجسية عن إنجازاته الكاذبة الهيوكا ما حيعطي أي رد فعل وحيسمعه بشكل عادي جداً بدون أي انبهار. حتى لو كان النرجسي على فرض عم يحكي عن موقف معين عمله في بطولة، الهيوكا ما حيهتم ولا حينبهر ولا حيقله كيف عملت هالشي أو علمني كيف عملته، لا أبداً، حيسمعه بكل برود وبعدم اكتراث. هون طبعاً النرجسي ما حيعجبه هذا التصرف لأنه ما عم يقدر ياخد منه الأهمية والتزويد النرجسي اللي بده إياه، وبالتالي حيحس إنه هذا الشخص اللي هو الهيوكا بيكرهه. بس بالحقيقة الشخصية الهيوكا ما بتكرهه، بس هو ما له مهتم فيه ولا بكلامه، لأنه الشخصية الهيوكا بتهتم بأهدافها ويلي بتكون بعقلها وكيف بدها تحققها. تاني صفة للشخصية الهيوكا هي الصدق والصراحة وقول الحق بدون أي خوف. الشخص النرجسي لما بيصير أي مشكلة هو سببها ما بيعترف بهذا الشيء وبيرمي الحق على غيره وبيحمل الشخص الآخر مسؤولية هذا الغلط وما بيحس بالذنب، وحتى لو حس بشوية ذنب حيقنع عقله الداخلي إنه هذا الشخص كان غلطان وبيستاهل يلي عملته فيه وبيبرر لنفسه الغلط. هون الشخصية الهيوكا بتواجه النرجسي بدون خوف وبتقله الحق عليك وانت الغلطان وعملت الموقف كذا وكذا، وبيحمله المسؤولية بالغلط يلي عمله. ومثل ما بتعرفوا النرجسي ما بيحب يحمل مسؤولية شيء أبدا، حيصير النرجسي يكره هذا الشخص الهيوكا وحيحاول كتير يدبر له مكائد ليوقعوا فيها، بس طبعا الهيوكا حيوقف بوشه وما حيقدر النرجسي عليه. ثالث صفة، ما بيسكت عن حقه أبدا. يعني لما النرجسي بيحاول يوجه له كلام فيه إساءة أو يتهمه بأي شيء، الشخص الهيوكا ما حيسكت أبدا وحيوجه للنرجسي الإساءات نفسها وحيوقفه عند حده. وطبعا هذا الشيء بيقدر يعمله الهيوكا لأنه بيحب حاله كتير وعنده تقدير عالي لذاته، ما بيسمح لحدا يتجرأ عليه. وبالتالي لما النرجسي بيوجه كلام للهيوكا في إساءة، حيكون رد الهيوكا قاسي كتير بالنسبة للنرجسي، لأنه بيكون عارف تماماً شو هي نقاط ضعف النرجسي. الصفة الرابعة للهيوكا الحدود الشخصية القوية. للأسف مو موجودة عند بعض الأشخاص، يعني لما النرجسي بيحاول يتجاوز حدوده مع الأشخاص الآخرين بيسمحوا له بهذا الشيء بسبب قدرته على السيطرة وفرض شخصيته المزيفة، ولما بيطلب أي طلب منهم بيلبوا له طلبه مهما كان وما حدا بيقدر يرفض له طلب. أما الهيوكا إذا قرب الشخص النرجسي وطلب منه أي طلب بيتعدى فيه على حدوده الشخصية، حيرفض طبعا وبكل صراحة وبدون أي خوف من النرجسي، وحيواجهه وحيقول له ما حأعطيك هذا الطلب لأنه مو من حقك وهذا ضمن أموري الشخصية يلي ما بسمح لك تتخطاها. طبعا هذا الشيء بيقهر الشخص النرجسي كتير، إنه كيف أنت قدرت ترفض طلبي وما لبيت رغبتي مثل ما كل الناس بتعمل معي وما بترفض لي طلب. هون رح يعرف النرجسي إنه هذا الشخص اللي هو الهيوكا مكتفي بنفسه وبذاته وماله بحاجة للنرجسي وما بيهمه إذا رضي أو زعل. وهذا الشيء من أهم الأشياء يلي لازم تعملها مع النرجسي، إنك تقله لا على أي شيء بيطلبه منك وبيكون عم يتعدى فيه على حدودك الشخصية. خامس صفة للشخصية الهيوكا الهدوء والسيطرة على ردات الفعل. هذا أكتر شيء بيقهر الشخصية النرجسية، لأنه ما بيقدر يستمد من خلاله التزويد النرجسي أو يحصل على ردود أفعال سلبية أو إيجابية لحتى يتغذى عليها. فأي شيء بيعمله النرجسي مع الهيوكا حيلاقي الهيوكا هادي وما حيعطي أي رد فعل، بالعكس تماماً حينقلب السحر على الساحر وحيخلي الشخصية النرجسية هي يلي تغضب، وبالتالي
لما يغضب النرجسي حيفقد السيطرة على حاله وحيبلش يحكي عبارات معينة لهذا الشخص، مثل إنه أنا مو عاجبني أسلوبك أو ما حدا بيتحملك مثلي ومن هذا الكلام، وبالتالي الهيوكا حيكون هادي كتير وما حيعطي أي رد فعل أو أي اهتمام لهذا الكلام. سادس صفة للشخصية الهيوكا هي الثقافة. هذا الهدوء يلي عند الهيوكا ما إجا من فراغ أبداً، إجا من البحث والتعلم عن الشخصيات بشكل مستمر وقراءته عن العلاقات السامة وبالأخص العلاقات مع الشخصية النرجسية وكيفية التعامل معها. مشان هيك هو عنده هدوء ولا مبالاة لأفعال الشخصية النرجسية، وثقافة الشخص الهيوكا بتخليه دائماً يلفت الأنظار بدون ما يكون هو متقصد هذا الشيء. وطبعاً هذا الشيء بيقهر الشخص النرجسي لأنه بيعتبر أن الشخص الهيوكا سرق منه الأضواء، وبالتالي بيتنافر معه كتير وبيتعامل معه من بعيد لبعيد. النرجسي ما بيحب الشخصية الهيوكا لأنه هي الشخصية الوحيدة اللي بتقهره وبتكون كاشفته وكاشفة ألاعيبه تماماً. يا ترى كم شخص معنا هون بالصفحة بيتمتع بهي الصفات؟ يا ريت اللي بيتمتع بهي الصفات يكتب لنا تعليق لنعرف كم شخصية هيوكا معنا ونقلها سلام شخصية هيوكا، أهلا وسهلا فيكي. سلام.